après ce que nous avons à présent et tout en instaurant les goûts. سيدي محمد فؤاد مدير مركز جهوي المياه التربية والتكوين الجهة الداخلية والذهب. واقع التكوين أثبت أن التكوين الحضوري لم يعد كافيا. التكوين عن بعد التكوين الميداني للسادة والسيدات والسادة الأساتذة لم يعد كافيا، فأصبح لزاما التفكير في بديل آخر وهو التكوين عن بعد لتعزيز التكوين الحضوري والتكوين الميداني. تأتي هذه الندوة لتثمين عمل الوزارة وخصوصا تجاه المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، حيث خصصت الوزارة منصة خاصة للمركز الجهوي يستفيدوا من خلالها السيدات والسادة المتدربين من يعني الاطلاع على محتوى هذه المنصة. نتمنى أن يتملك مركز الجهوي للمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة والذهب موضوع التكوين عن بعد ويعمق النقاش فيه، ولما لا في النسخ القادمة إن شاء الله باستضافة مؤطرين وخبراء وطنيين ودوليين. عبد العزيز نعيمي أستاذ مكون بالمركز الجهوي للمهن التربية والتكوين بالعيون. بالنسبة لهذه المناسبة هذا اللقاء المهم الجاد الذي احتضنته جهة الداخلة والذهب والذي نظم من قبل المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية لجهة الداخلة، يندرج في إطار خلق دينامية فعالة وفاعلة في تجويد تكوين موظفي الأكاديميات وفي مدهن ومدهن بأداة فعالة لأجل رفع من درجة نماء قدراتهن وقدراتهم المهنية. فالتكوين عن بعد يأتي كرافعة أكيد لن تعوض عن التكوين الحضوري والتكوين المستمر وباقي أصناف التكوين خاصة منهم التكوين الذاتي، إلا أن هذا الصنف من التكوين له ما له من إيجابيات، خاصة وأنه يجعل المستفيد يعتمد القدرة الذاتية وإطلاق الدينامية الخاصة من حيث إيجاد الوقت والالتزام بالوقت والانخراط الكلي في تحصيل صيغة يعني تكوينية لا شك نافعة. شكراً.